إسرائيل تقصف قطاع غزة المحاصر 50 يوماً. وجنودها يستخدمون الفلسطينيين دروعاً بشرية. كان يأخذني في كل عملية وفي كل اقتحام يأخذني قدامه، حتى أنا كنت أقول له أنا درع بشري. عندما يحول جيش الاحتلال المدنيين رهينة يحتمي خلفه، الدروع البشرية، فلسطين تحت المجهر. من إنتاج الجزيرة، الأربعاء في 55 دقائق مساء بتوقيت مكة.